يتعلق الأمر اليوم بالإعلان الرسمي على تأسيس التنسيقية الوطنية لقطاعات المحامين للأحزاب الديمقراطية لتنقصد بها طبعا الأحزاب اليسارية الأربعة: اتحاد الشراكة للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار، والحزب الشراكي الموحد. هذه التنسيقية تأسست لتنسيق الجهود ديال هذه القطاعات ديال المحامين في خضم المعركة التي يأخذها المحامون في مواجهة الردة الحقوقية المتعلقة بالتشريعات التي تقدم بها السيد وزير العدل، والتي نعتبرها في كثير من الجوانب ماسة بحقوق الإنسان وماسة أيضا بالمحامين. لتنسيق هذه الجهود وللفعل والتأثير في هذا في مجريات هذه الأحداث تأسست هذه التنسيقية، ولكن أيضا تنسيقية لها جانب آخر في بعدها السياسي، لأن نحن لا نمثل المحامين، نمثل المحامين المنتمين لهذه القطاعات. المحامون يمثلهم النقباء والهيئات ديالهم، وتمثلهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ولكن القوانين في أبعادها السياسية كان دائما المحامون في القطاعات الحزبية يعني مؤثرين فيها، وكان عندهم أدوار تاريخية في هذا الشأن هذا. ولذلك نحن اليوم القطاع الذي نشتغل فيه في حاجة إلى هذا العمل، والأحزاب التي ننتمي إليها أيضا في حاجة إلى هذا العمل، ولإعادة الأبعاد الحقيقية لهذه التراجعات، لحتى عندها أبعاد وخلفيات سياسية، هي ليست مسائل تقنية كما قد يظن البعض، بل أن الأزمة ديال المحاماة هي أزمة مكانة المحامي في المجتمع. هذه ماشي مسألة تقنية أو حتى مسألة قانونية، هذه مسألة سياسية. كيفاش بغينا الدفاع يكون، كيفاش بغينا العدالة تكون في البلاد، هذه ماشي مسألة تقنية كما يعتقد البعض الذي يفصل ما هو سياسي عن ما هو مهني. بالنسبة للجمعية للتنسيق، شنو العلاقة مع الجمعية؟ هل هي بالنسبة للتنسيق هل هي داعمة للجهود ديال الجمعية أم متعارضة؟ لا، ليس هناك لا متعارض ولا أيضا ما يمكنش نقولوا بأنها تابعة. لا، احنا نمثل أحزاب سياسية، نمثل قطاعات ضمن هذه الأحزاب. الجمعية تمثل المحامين مهنيا باعتبارها جمعية تنسيق بين الهيئات، اللي كيمثل المحامين أساسا في القانون هي الهيئات ديال النقباء والمجالس، وجمعية هيئات المحامين تنسق المجهودات ديال الهيئات. أما القطاعات ديال المحامين تمثل المحامين المنتمين لهذه الأحزاب، بالإضافة إلى أن الفضاء المهني في إطارات أخرى، إطار في الجمعية الوطنية للمحامين، في النقابة، في الفيدرالية، جمعية المحامين الشباب، هذه كلها إطارات مهنية تتفعل في الفضاء المهني، كل واحد تفعل من الموقع ديالو. بالنسبة للجمعية الآن أعلنت المقاطعة الشاملة، أنتم في التنسيقية كيفاش كتشوفوا هذا الشكل النظام؟ نحن محامين في النهاية سنخضع لهذا وننضبط لهذا القرار، لأن هذا قرار ساهموا فيه النقباء ديالنا، وبالتالي نحن يعني سنساهم بحالنا بحال جميع المحامين. ولكن موقعنا احنا في قطاعات ديال المحامين ديال الأحزاب، يمكن تكون عندنا إضافات أخرى، عندنا أفكار أخرى اللي يمكن نطرحوها.